يلا قول بسم الله. ازيكم مع حضراتكم النهاردة أنا عمر وهشرح إيه وهشرح بقى كودين بروجكتين، وهما واحد هيعمل الترانسليت علشان بس أفهم. أولا الفاريابلز هي، وانت مبتدئ في بايثون أقول لك حاجة، لازم تكون أول حاجة الـ variables مهمة جدا، عشان دي أصلا متغير اللي بيساعد في باقي البروجكتات. و كان total zero ده اللي هو total بتاعك، لسه هو ضمن equal false علشان لسه ما عملش ايه، مش ضمن. وهنا برنت شايفين ده برنامج لمطعم او لايه، هل عصاي اورانج جوس كيوي جوس، كل واحد بقى مكتوب عليه السعر. هنا بقى UI اللوب، ضمن اللوب ومهمة جدا جدا. ضمن احنا كاتبينها كابيتال والضمن ديت لازم، ماما انصحك لو انت بتشتغل في كونديشن اف او الف او الس لازم تحط ديت، او وايل او وايل لوب او اللوب او الفور لوب. ابرنت توتال توتال كده، وبقى يحط التوتال بقى الحقيقي. وهنا ايه جوس ده، انا عامله المتغير بتاع الانبوت اللي هيقول العصير اللي عاوز تشربه. اف جوس ايكوال ايه برنت اللي هو اول حاجة على القائمة، ده كلهم اف و الف، وبلس ايكوال ده حاجة اسمها انكريمنت هو الايه، والوايل لوب بقى اف جوس ايكوال ايكوال دون برنت التوتال ودون ايكوال ترو. تعالوا نجرب، خليها ترايل. انا عاوز مثلا ايه كوكونات جوس، والتوتال كده سي مثلا ابل جوس جمعهم لي. طب ضن خلاص اللي هو ده التوتال بتاعك، وخلاص نروح على البروجكت اللي بعده. هو ايه وهو ترانسليت، عارفين كلكم انتوا جوجل ترانسليت اكيد. اولا ديكشنري مسميها colors translation، وانا بعمل ياباني. ريد هو ايه ده، انا جايبهم طبعا من جوجل ترانسليت كلهم، بس الديكشنري انصحكم اللي هي الكومه ديت، اوريكم لو ما نحطتش اقدر اجاوب لكم هيحصل ايه. شايفين لازم تنحط كوما، الا اخر واحده ما فيهاش كوما في الديكشنري. والاقواس بتاعتها هي البراكتس ديت، ما ينفعش قوس تانية. هنا الانبوت اللي شفناه قبل كده، ودوت لور ده لو مش عاوزين تحطوها عادي، لكن اصلا ايه لور دي علشان لو حد كتب ريد مثلا دي او البلو دي كابيتال تجيله عادي، تحولها لور. لو اهر هو جاب حاجة، ناس بتقعد تحط بقى اف و الف و برنت ده وده، ممكن احنا عملنا اختصار. يلا يعني انا عاوز مثلا بلو،
اهي. طب عاوز نترجم، اوريكم بقى الدكتور بتعمل ايه. بلو مثلا بالكابيتال اهو جاتلي عادي. طب لو شلنا الدكتور يا ترى هيحصل ايه؟ بص مثلا بريد ما جابليش حاجة، احط هنا دوت احنا مجردين دوت بنعمل الحاجات ديت. اعتبر كده احنا خلاص خلصنا. ومع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. ايش بس